مرحبا، رح اعمل تمارين احماء بتعملوها قبل الدرس. هي مدتها رح تكون 5 دقائق. نبدا اول شيء بالمارش. حركه المارش عم نرفع دقات القلب شوي، نعملها 5 دقائق. تمام، عم برفع دقات قلبي شوي شوي شوي. هلا رح يكون اسرع بشوي. برافو، رح نضل هيك 5 دقائق. ثواني. برافو، هلا رح نعمل بهيك طريقة 5 دقائق. برافو، بطن مشدود كل الوقت. عم برفع دقات قلبي شوي شوي. هيك تمارين الاحماء قبل ما احنا نلعب، اذا بدنا نشيل اوزان مثلا او نلعب اي تمرين، بنبلش بالاحماء. ستريتشينج بعد احماء. برافو، هلا رح ارفع ايدي فوق وبعدين اعمل 3 نطات. 3 نطات. برافو. كمان 5 ثواني. برافو، نرجع نعمل مارش. حاسين دقات قلبها بلشت ترتفع؟ تمام، هلا بنعمل تمرين يمين يسار فتح ضم مرتين، يمين يسار فتح ضم مرتين. برافو، ممتاز. التمرين اللي بعده رح يكون فتح ضم كامل. نبدا؟ يلا نجم 5 دقائق. برافو، بس كمان 15 ثانية. احنا كل وقت نفس شهيق وزفير من الدم، شهيق في الانف. برافو، هلا بتوقع صار فينا نبدا تماريننا. نريح شوي، نشرب مي ونبدا اي تمرين احنا بدنا اياه. ان شاء الله يكونوا عجبوكم التمارين. شكرا لكم، باي باي.